البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. المهم حتى كنجي انا نبدا نهضر عاد كتشوف البنو اللي نضاد ريعوجي ولا فرانتي عوجه. المهم البنات نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وما ناقصكم حتى خير البنات. المهم البنات هذا النهار ان شاء الله انا معروضه عند صاحبتي بمناسبه الزيود نتاع ولدها، يطرب ان شاء الله في عزها ويحفظ لها وليداتها ان شاء الله بنتها وولدها. المهم البنات، المهم انا غاديه ان شاء الله. المهم الا قدرت نصور غنصور، ما قدرتش نصور نكمل هذا الفيديو المهم تنولي. المهم البنات ما شاركتش معكم الجلابه ديالي ديال العيد. المهم البنات هذه هي الجلابه ديالي ديال العيد، قولوا لي كي جاتكم اخيتي. المهم درت مع هذا الفرانه فيها غير جوج تاع الالوان تقريبا، وزيد وتا هذا الابيض فيها هذه الالوان، بغيت نكثر فيها الالوان. المهم كنت شريت لها البنات هذه، شريت لها هذه الصنداله، صافي شريت لها هذه الصنداله وشريت لها البنات صك. انا نوريه لكم، ما تديوش على دوك الباليط شفتو، هادو كنت على العيد جابهم زوجي شفتو، جابهم الولاد. صافي البنات، وكنت شريت معها هاد الصاك، هاد الصاك تهزيه هكا ولا تهزيه بهادي دياله. المهم صافي هادشي اللي كاين البنات. انا ان شاء الله غادي نمشي للاسبوع، يلا ما كاين غير النشاط يا اختي والرقاده، الرقاده يا اختي. تحيه للناس وجده منطقه الشرقيه كامله المعروفين بالرقاده. المهم يلا هو معايا، يلا هو معايا، يلا معايا اختي، يلا هي معايا. هيا البنات، المهم وصلنا عند صاحبتي، الله يكمل عليها كل شيء بالخير ان شاء الله، وان شاء الله المزيود ديالها يا ربي يا الحبيب. تشوفي كما بغات يا ربي يا الحبيب، هي هو بنتها ان شاء الله، الله يفرحها به ويفرح كل محرومه ان شاء الله، واي وحده باغا الدريه الله يعطيها الدريه الصالحه. واول حاجه بعدا تلقى بعدا الشخص المناسب، المناسبه البنات. المهم داز داك الشيء عندها زوين بزاف. المهم انا ما صورتش بزاف، هي عطاتني الاذن باش نصور كل شيء، ولكن ما صورت، ما بغيتش نصور، صورتي هكا البوفي وكل شيء. المهم عندها داك الشيء زوين ما شاء الله تبارك الرحمن، اي واحد يشوف شي حاجه يقول تبارك الله ما شاء الله، لانك كتحميه وكتحمي اللي قدامه، وما خاسر الواحد حتى شي حاجه، لان هذه بزاف نتاع الاغلاط كنشوفوا شي حاجه زوينه وكتمشي عيننا ليها وما كنقولوش ما شاء الله تبارك الرحمن، انك كتحمي كي قالوا راسك وكتحمي الشخص اللي قدامك. المهم البنات شكون اللي بحالي كتمشي لشي بلاصه وما كتقعدش، ما كتقعدش، ولكن في التالي كتخرج مني نتاع الصح. مهم واش غادي نقول لكم، الحمد لله والشكر لله. المهم فات نهار زوين، شطحنا الرقاده يا اختي ما نعاود لكش، تبرد القلب تبرد القلب تبرد القلب. المهم فات نهار زوين الحق والله ما شاء الله، ومع شحال هادي ما حضرناش هكا لشي وليمه ولا ايوا، غير دير شي موسيقى وخصكم تنوض بحال داروا فيها البريز. تقولي خدموا لي الضو، الضو خدموا كنبقى نسكر كنبقى نطاك كتجيني شي شكل، ولكن ما عندنا ما نديرو، هذا هو الواحد ما عندنا ما نديرو. هنا البنات كانوا دايرين الله 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 مولانا. الحق زوينه زوينه بزاف، انا كتحمقني هذه الاغنيه، كتحمقني وكتعجبني، ويعني كتعكس المعاناه نتاع الام، من كتبغي زعما ولادها يكونوا شي حاجه وما كتبغيهمش يبعدوا عليها، خصوصا هذو اللي كيمشيو يعني كيمشيوك هكا كيبعدوا كل شيء على والديهم. ايوا واش نقول لكم، لا اله الا محمد رسول الله. مهم فات واحد النهار زوين 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 زوين، سي دوماج ما كان شي لايف، والموسيقى حتى ندير لكم شي لايف مطرطق، ولكن ثاني احتراما بزاف تاع الناس ما كيبغيوش يبانوا كل شيء، فتفاديت اني كنت في الطرف وكل شيء، يعني صورت غير راسي هكا، لان انا اصلا كان بان عادي ما عنديش مشكل الحمد لله، ما كنديروش شي حاجه خايبه ولا، الحمد لله والشكر لله. ايوا هادشي اللي كاينه البنات. مهم ما صورتش معكم كما قلت لكم شي حاجه كثيره، صورت معكم غير هاد اللقطات، وانا من داك النوع اللي ما بقيتش نبقى نصور هكا، واخا صاحبتي وكلشي نبقى نصور يعني في الماكله ولا الحق تبارك الله ما شاء الله تهلات في الضياف ديالها ما شاء الله من داك الشرفع، الله يكمل عليها بالخير. هنا كانوا دايرين ما عندك الصاكة وساكن في برا. شوفوا البنات هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج، عندي هنا البنات ثلاثه نتاع صفار البيضه. مهم ما تميقوش على هذه، ما تميقوش ما غاديش نرميها ضروري، ها شوفوا نحتاجها للماسكات شفتوا، ما غاديش نرميها طاحت لي وترسات. المهم فيا ما نستعملهاش، ولكن عادي عادي اختكم. المهم عندي هنايا ثلاثه نتاع صفر نتاع البيضه. المهم البنات انايا ندير ثلاثه ثلاثه حيت شعري قوي تبارك الله. المهم عندي هنا ثلاثه نتاع صفر نتاع البيضه، عندي هنايا دانون مسوس، عندي الدانون مسوس،
نخليه فيه حتى شي حاجه. المهم انا شعري البنات كما قلت لكم قوي، يعني كيخصني نستعمل بزاف ديال يعني البيض، ولا بحال هكا درت غير بيضه اصفر بيضه وحده، يعني خصني ندير جوج تاع الضامون تاع المسوس، كيخصني ندير زوج. المهم عندي هنايا زيت الكوك جوز الهند، المهم هو يعني قريب عليا ندايب، المهم غندير تقريبا واحد جوج معالق كبار، عندي هذه صغيره. المهم اللي كيبغيه، ولكن هو راه مرطيب كما قلت لكم زوين بزاف هذا الماسك. دابا انا غادي نخليه وغادي حتى شي ديك الداونس ولا عاد غادي نمشي للحمام. انا في الحق كيعجبني الحمام تاع العشيه، ولكن باغا نمشي هذا النهار ان شاء الله غير نوجد الغداء نمشي. المهم شوفوا نخلطها، وعندي البنات شوفوا غنقول لكم بعد على هذا الزيت الزيتون اللي غادي نستعمله، شوفوا شاني دايره فيه. المهم دايره البنات هنايا في هذا الزيت، شديت الزيت وتبختها في بماغي حتى تقلعت منها الملح ديالها، ودايره البابونج، ودايره عود القماري القرنفل، عود ديال القرنفل، ودايره شويه تاع الزعتر، ودايره العرعار. العرعار البنات كيخلي الشعر طوال وكيقويه. المهم شوفوا انا هذه راه فايته، راه شحال هذه ملي راني دايرها، وكل مره ملي كتقرب تكمل يعني كتهبط لي الزيت كيهبط، كنعاود نتبخ ثاني الزيت حتى كيتقلع منها الملوحه وكنديره. غادي حتى هو ندير شويه، غادي ندير هنا باش نصفي هذا، المهم نقول واحد جوج معالق نتاع زيت الزيتون، ونردها البنات هذا هنايا ومي كنصفيها. غادي ندمجهم كما قلت لكم البنات، هذا ضروري ديروه، والطريقه ديالو البنات ماشي ناشف الشعر. انا دابا غادي نمشي نفزك شعري، غادي نفخها شويه بالماء ونمشطح، وعاد كنبقى ندير ندير بشويه الشعر، نجبد بشويه نتاع الشعر ونديره ونمشط، المهم حتى نكمله كامل وندير له السلوفان. المهم ندمجه، وغادي نزيد البنات زيت نتاع جونسون، حتى هو مرطب وملين، حتى هو غادي ندير تقريبا واحد المعلقه ونص. البنات واعر هذا الماسك، وحق الله واعر، انا شعري ناشف ولكن بقيت كنديرو الحمد لله. وانا كنت كندير واحد الغلطه البنات، ملي كنت كنتحمل هكا كنخليتها وكنشف شعري، عاده كنضيف يعني اي زيت، يا زيت جونسون يا هذا الزيت نتاع اللي راني دايراه بالاعشاب، ولكن لا كيخص يكون الشعر عاد فازق، وديري الزيت وتلميه بحال اللي يدير له باتشا يدير له هكا باش كيبقى رطب. شوفوا البنات كيولاو ولا بحال الكريمه، شفتوا ولا بحال الماسك، شفتوا ولا هذا الماسك ولا بحال الكريمه هكا بحال شي حمام زيت. المهم غادي نديره كاع الشعر، دوماج البنات. المهم انا دايره الفولار ما كن وريتكم الطريقه، مي ماشي مشكل راه ساهل، كلشي كيعرف كيفاش يدير الماسك بحال هكا الشعر. صافي المهم البنات غندير دابا على الشعر ديالي. ها هي البنات، المهم انا عدلت الماسك، شوفوا راني درت له حتى كسميته، ها هو شوفوا درت السلوفان، راني سولفته كامل كامل راسي سولفته، وغادي نعدل معكم البنات واحد الماسك للوجه خطير خطير. انايا الحق قطع عليه راحتي، قلع عليه التصبغات، قلع عليه لاطراس نتاع الحب، قلع عليه كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني لقيت عليه راحتي. مهم انا غادي نشاركه معكم، ما فيهش بزاف نتاع المقادير، فيه 4 نتاع المقادير، تحتاجي صفر بيضه، ومن الاحسن تكون بلديه، انا ما عنديش بلديه، راني درت غير البيض العادي، بصح ماشي مشكل الا كانت بلديه تكون احسن، لان راكم عارفين الفيتامينات نتاع البيض البلدي. المهم غنقلب لكم الكاميرا باش نقدم معكم الماسك. شوفوا البنات، المهم ما تديوش الحس تاع الماشينه، المهم هاي وصفه نتاع البيضه. عندي هنايا الخرقوم عرق، درت غير تقريبا نص المعلقه نتاع هذه صغيره. عندي البنات هنايا معلقه ونص صغيره هذه نتاع الحليب مجفف بودره، وعندي هنايا موصلش معلقه نتاع النشا، لاني هذا هو اللي لقيت النشا كملات لي. المهم البنات غادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نديرهم مع صفار البيضه، وغادي نديرهم ماسك. ها هو
المهم غادي نحركهم حتى يندمجوا. البنات هذا رائع رائع التصبغات. بالنسبه للبنات الماسك نتاع الشعر راه يعني يليق في هذا الصيف يعني خطير، خصوصا اللي يمشي للبحر ويعوم يعني رائع رائع يعني ما يخليش الشعر ينشف. المهم غادي نبقى ندمجه حتى يولي كريمه. هيا البنات شوفوا دمجته حتى ولا كريمه، شفتوا كي ولا. المهم غادي نضيف له، غادي ندير غير واحد الرشه نتاع ماورد ايه هكا رشه، وغادي ندمجه وغادي نبقى نديرها على الوجه ديالي. البنات خاطر خاطر كيقلع التصبغات، غادي نبقى نديرها على وجهي. هيا البنات المهم قلعت النظاظر ديالي يا اختي. المهم انا غادي ندير على وجهي ومن نديرو ما خصش نهضر، يعني غادي ندير شويه غادي نبقى ندير وغادي. المهم انا ما عنديش ديك الفرشات، ندير غير بهاد المعلقه، غادي ندير بالمعلقه ولا نديرو بيدينا عادي. غادي نديرها كاع على الوجه ديالي وغادي نخليه واحد 20 دقيقه ولا 25 حتى ينشف على وجهي، وغادي نقوميه. يعني من ينشف نبقى ندير له بحال هكا دابا باش يولي بحال شكل حبيبات ونفرك به الوجه ديالي. المهم انا غادي نكمل بحال هكا وغادي نديرها البنات، غادي نقلع ندير حتى في العنق وغادي نخليه حتى يبس ونقوميه ونولي معاكم ان شاء الله. هيا البنات المهم صافي قلعت الماسك، المهم خليته يبس وبقيت نفركه. شوفوا البنات كيخرج وجهي خرج كايش على البنات. المهم انا دابا غادي نخرج غادي نلبس جلابتي ونمشي للحمام، بغيت نبلع معاكم هذا الفيديو. شوفوا البنات ما كتبقى فيك حتى شي حاجه وكيخرج الوجه ديالي كيشعل كيشعل كيشعل. نتمنى ان شاء الله انكم ديروها، واخا جوج مرات في السيمانه شوفوا الشعر السقلي على على وجهي كان منفخ. المهم نتمنى ان شاء الله انكم واخا ديروها واخا جوج مرات في السيمانه لانها بصح لقيت انا عليها راحتي. المهم هادشي اللي كاين البنات، و لكم مع السلامة إن شاء الله حتى الفيديو جديد. يلا باي.